أتيت من بلدي إلى مكة للدراسة، ولم أكن أريد العمرة، هل أستطيع أن أعمل عمرة الآن وأنا في مكة، ومن أين أحرم؟ نعم، لك أن تعمل عمرة وأنت في مكة، تخرج إلى الحل، إلى خارج الحرم، تحرم إما من التنعيم أو من الجعرانة أو من عرفة أو من الشميسي، من الحديبية، خارج الحرم. المهم أنك تخرج خارج الحرم وتحرم بالعمرة، ولكن بقاؤك في مكة وتعبدك في المسجد الحرام أفضل من الخروج للعمرة، أفضل لك من الخروج للعمرة. نعم.